بره. احنا العرب قاعدين حالنا، من جينا وتفوت علينا ومن يجي شلج يفوت علينا ومن أين الصبر؟ زمان كانت الناس الصبر تدير القيام هدم تمشاط تقرداش تنجج تسبق، واليوم مالو غير الباش. لا والحمد لله على كل حال، الحمد لله على العافية والصحة والله يحفظ الجزائر إن شاء الله. ورانا كما رانا نشوفوا في معسات في جوارينا كما ليبيا وكما سوريا وكما فلسطين وكما الحمد لله الواحد بات راكد يصبح هاني. Thank you.